السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. دي المحاضرة الثامنة لينا في الأونلاين. قبل كده احنا قابلنا محاضرتين فيس تو فيس، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يبقى خلصنا 10 محاضرات مع بعض بإذن الله في الكورس دوت بشكل أونلاين. في البداية خالص بفكركم إن احنا في المادة عندنا إن شاء الله آخر محاضرة لينا مع بعض بإذن الله، إن شاء الله هتكون يوم آخر محاضرة لينا، هتبقى الأربعاء القادم 26، واخر محاضرات خالص ليكم 27. بليز كونفيرم بس ان انتوا عارفين المعلومه ديت. يا دكتور عارفين. تمام. النقطه الثانيه ومهمه جدا، ان احنا الديدلاين بتاعنا امتى؟ ايه هو الديدلاين في تسليم البروجكت؟ الديدلاين في تسليم البروجكت هو 25 مايو الساعه 12 ظهرا او 12 ظهرا بتوقيت القاهره ان شاء الله، الثلاثاء القادم باذن الله. دكتور معلش، بس ممكن حضرتك تأكد تاني ايه المطلوب في البروجكت؟ لأن أنا ما حضرتش اللكتشر اللي فاتت. هو اوكي، هي اللكتشر اللي فاتت اتكلمت عليها، واخر لكتشر في رمضان اتكلمت عليها، واللكتشر قبل رمضان اتكلمت عليها، كانت عارف ثلاث محاضرات. فدي واحده كده بس. بكل بساطه المشروع كالاتي، ان احنا مطلوب مننا فيديو. الفيديو دوت مدته 4 لـ 6 دقايق، يكون بيتحدث عن احداث جاريه، منها ايه؟ مثلا مشكله اسرائيليه الفلسطينيه، الكورونا، الفاكسينيشن والتطعيم، احداث الصين والصواريخ التائهه. العمل بيبقى عمل فردي وليس جماعي، يعني هذا واجب فردي مش جماعي، يعني انت مش انت بوست جروب، ده انت هتسميه لوحدك يوم 25 مايو الاسبوع القادم الساعه 12 الظهر. كل مطلوب منك تدخلي على يوتيوب تكتبي مثلا فور اكزامبل غازا، اسرائيل غازا، يطلع لك فيديوهات 6 دقائق تستبعديها، خش في حاجه 4 دقائق ونص. والكلام ده كل اللي هتعمليه انت هتبعتي لي على الايميل ده ملف وورد في الجدول ده، الجدول ده بالظبط، وده موجود على جروب الماتيريال. طيب يا جماعه، انتوا مدركين ان احنا دلوقتي بقى عندنا في 2 جروب واتساب ولا لا؟ للي لسه مش متابع، عندنا احنا عندنا 2 جروب واتساب. في جروب واتساب للمناقشه والدسكشن والاسئله، وجروب تاني عملته للماتيريال بس. في ناس كتيره متضايقه من الجروب التاني، قالوا لي ليه تعمل جروب تاني ماتيريال، هي كتر جروبات وخلاص. فلو انتوا عايزين النهارده اعمله ديليت، قولوا لي اعمله ديليت خالص. ماشي؟ لا يا دكتور. من عليه قرار حضرتك دايركت على طول من غير ما الفكره كلها ان انا بحط عليه الماتيريال بالظبط. فاي حد فيكم ما يعرفش حاجه عن جروب الماتيريال بليز يدخل عليه. هتلاقي ملف. ادخل عليه ازاي؟ انا محدش دخلني عليه. طيب في هذه الحاله تبعتي لي انا، ابعتي لي. حاضر. انت عارفاني انا اصلا اسمي ولا ما؟ عارف يعني، شفتيني قبل كده؟ ماشي. طيب دلوقتي بالنسبه للجدول ده، الجدول دوت هتبعتي لي رقم على التليفون بتاعي ده، اكتبي عندك لو سمحتي رقم التليفون دوت، هتبعتي لي عليه واتساب، وابعت لك اللينك الجروب تدخلي عليه بليز باذن الله ان شاء الله. When you join the group I will send you الفايلز المتاخره كلها، هبعت لك كل اللي فاتت تتفرج عليها. اوكي. الحاجه الثانيه، ده الجدول دوت مطلوب تكتبي اسمك، الجروب بتاعك جروب 3 2 جروب ايه بالظبط، التايتل اوف ذا فيديو، الرابط بتاع الفيديو عشان انا هدخل اتفرج على الفيديوز، وبعد كده هتعملي نوت تيكينج. طيب معناه ايه نوت تيكينج يا ريم؟ يا اسماء، وات داز ات مين نوت تيكينج؟ وات داز ات مين نوت تيكينج؟ نوت تيكينج يعني هي بتبقى عباره عن زي ملخص للفيديو اللي احنا بنتكلم عليه. ملخص لفظي ولا ملخص افكار؟ يعني كلام لا أفكار. كلام خلاص يعني ولا الافكار اللي اتقالت؟ لا، الافكار اللي اتقالت بالظبط. ممتاز. يعني معنى اصح الفيديو بيتكلم عن 5 افكار اكتبهم وخلاص، حتى لو بالزبط. فيديو نص ساعه بالظبط يا دكتور. يعني ممكن الفيديو 4 دقايق ما فتحتش غير فيه 3 افكار، خلاص اكتب الـ3 افكار. طيب عشان كده انا عايز الرابط عشان اتفرج على الفيديو بالظبط. طيب النقطه الاهم، بعد ما انا ابص واتفرج واكتب النقاط ديت، هكتبها بلغه الفيديو الانجليزي ولا هكتبها بالترجمه العربي؟ لا بالانجليزي. English. In English. The points in English. لما تيجي تترجمي بعد كده هتترجمي الفيديو أو تترجمي البوينتس مش فارقة معايا.
لا فرق تترجمه بوينتس ولا تترجمه فيديوز، المهم لما تترجمه في الآخر هتترجمه في شكل نقط ولا في شكل باراجراف؟ باراجراف، في شكل فقرة، فقرة من فقرات النص، كأنك بتعملي خطبة، كأنك بتكلمي، كأنك بتترجمي فجملة على بعضها، بس الجملة اللي انت القطعة اللي انت هترجميها للغة العربية، انت هترجمي العربي يعني الفيديو بالانجليزي، هترجمي العربي، وانت بترجمي العربي هترجمي لي الايدياز بشكل كوهيرنت. يعني ايه يعني ايه عبد الله كوهيرنت؟ What does it mean يا جماعة كوهيرنت؟ يعني مش بوينت اللي هو الواحد، لا اللي هو ما ترجموش لبوينت. كلامي واضح يا بيتر، ما حدش يترجم البوينتس البوينتس، انا بترجم البوينتس لباراجراف فقره على بعضها. يعني ايه كوهيرنت؟ يعني الافكار كلها داخله في بعضها وبتوصل بعضها، يعني في وحده عضويه داخل النص، يعني في ترابط فكري وتنظيم وتناسق، كوهيرنس، باستخدام حاجه اسمها كوهيرنس ماركرز، بتوع اللغه بيسموه كده، العامة ولغة العوام والناس الغير متخصصين بيسموها connectors، احنا بنسميها بتوع اللغة coherence markers، أدوات التناسق والربط، اللي بنسميها عند الناس برا التخصص connectors. اللي هم ايه connectors؟ ايه هم connectors اللي بنستخدمها بشكل عام؟ يلا يا ريم، خلف الأضافة مثلا، لو انا بزود فكرة بالإنجليش، لو انا بعمل فكرة contrast بالإنجليش، لو انا مثلا بقول حاجه وعايز اشرحها، لو انا عايز اقول وقد اختتم مثلا conclusion، عايزكم تديني كده يعني ايه connectors بالانجليزي، ادوني امثله بالconnectors للانجليش. يلا connectors. Therefore in the other hand، اسمها in the other hand ولا on the other hand؟ on the other hand. ممتاز يا ريم، ممتاز. on the other hand addition يعني الاضافه. نعم، بالظبط. ادوني كلمات بالانجلش كونكتورز، بالانجلش. فيرذرمور بروف، ايه كمان؟ بيسايدز، ممتاز يا بيتر. كونتراست، كونتراست زي ايه؟ التضاد من فكره لفكره. On the other hand. On the other hand، ايه كمان؟ However. However. Nevertheless. Yet. لو انا بشرح حاجه ممكن اقول ايه؟ to explain something، to illustrate something، او حاجه اسمها in other ايه؟ words، in other words. عايز اقول مثلا وقد اختتم الخطبه قائلا بكلمات، اختتم يعني ايه؟ وفي نهايه all in all. او finally. ممكن finally يا دكتور؟ in conclusion، thank you اسماء. ممكن finally كمان. Briefly. To sum up. In brief. To sum up in brief. أو الجملة الشهيرة to cut a long story short. اكتبوا المصطلح ده، بيجي كتير جدا في الانجليش. Cut a long story short. معناها من الآخر. Cut a long story short. أو المصطلح الإنجليزي الشهير in a nutshell. عارفين المصطلح ده ولا لأ؟ In a nutshell. من الآخر. مزتونة. من الآخر. In a nutshell. In a nutshell. دي كده بنسميها احنا coherence markers. ودي بتزود حاجة في الكلام بتاعك انت وانت بتتكلم في الترجمة بتاعتك. لو انت بتترجم لإنجليش تعمل ترابط، ترابط مهم جدا عشان انت بتوصل الفكرة. طيب امتى بستخدم الكلام ده كله؟ وانا بترجم، فانا الكلام ده عايز اشوفه، بس انا بقى اشوفه باللغة العربية، ايوه، بالإضافة بلي ذلك، ثم مثلا أضاف واختتم كلمته قائلا كذا، وعلى سبيل المثال، ثم أوضح قائلا، ثم استطرد قائلا. كل الكلمات دي أنا بستخدمها كروابط في طريقة الترجمة عندي، خاصة الناس اللي بتسمع عايز أشوف تنظيم فكري عشان ما يتهوش منكم. يبقى ideas coherent باستخدام coherence markers. سؤال اللي جاي لي دلوقتي وسؤالي لريم. يا ريم سؤالي سريع جدا جدا، المادة اسمها إيه يا ريم؟ أنا مفروض بدرس إيه؟ ها، بدرس حاجة اسمها إيه؟ جامعة تطبعي. برافو عليكي. ومنظورة اثنين، عندي نوعين، consecutive and outside translation. يلا يا بيتر، يلا يا جماعة، تفضل يلا يا جماعة، قولوا لي كده سريعا ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يلا مع بعض كده سريعا عشان ابدا الامتحان دلوقتي. ريم بتقول لي ابدا الامتحان، بس انا اشرح لكم الاول.
الاد سايت هي حاجه قدامي منظوره، ترجمه منظوره قدامي، يعني في باراجراف او في حاجه انا بترجمها ببص عليها وبترجم. ممتاز. يبقى انا عندي في تكست ببص عليه وبحوله لاورال ترانسليشن. تكست واورال ترانسليشن، تكست اورال ترانسليشن كونسيكتيف معناها ايه؟ ان هي انا باخد بسمع حاجه، بسمع التكست او اوديو عامه، باخد منه تيكينج نوت عشان برضو اعمل ترانسليشن. يبقى انا عندي في اوديو تكست، اوديو تكست عندي نص بسمعه او حد بيتكلم وبترجمه الاوديو ترانسليشن برضو او اورال ترانسليشن نفس الشيء، واحد ببص عليه. طيب ايه السكيلز المطلوبه عندي هنا وايه السكيلز المطلوبه عندي هنا عشان اقرا وافهم؟ هيحتاج مني ايه الكلام ده يا جماعه؟ هيحتاج مني ايه؟ يلا هلو. ممتاز جدا جدا. فانا دلوقتي لو انا مطلوب مني اقرا بسرعه، بسرعه يعني ايه؟ سكيم، واركز على بعض النقط، سكان، وانا قاعد اقرا النص بعمل اندرلاين للتكست، وبعد كده اعمل ترانسليشن. وانا بعمل ترانسليشن ابص على الفيرب الاول ولا الناون الاول؟ اخذنا الكلام ده امبارح والاسبوع اللي فات. ببص الاول خالص على الفيرب واحدد الزمن بتاعه، وبعد كده اهوت ابص على السبجكت، وبعد كده اركز جدا واعلم في التكست على الفاكتس. ايه هي الفاكتس؟ الفاكتس هي اسامي الناس، الجنسيات، المؤسسات، ايه هي الارقام، الاحصائيات، كل ده مهم جدا. الالقاب يا دكتور افندم، الالقاب بتاعتك. تمام، اتفضلي. يلا يا ريم، يلا ابدا الامتحان يا ريم، يلا اتفضلي، يلا معايا، يلا. جاهزه ولا لا يا جماعه؟ جاهزين؟ النهارده على سبيل المثال في موضوع خطير جدا جدا حاصل، وهو الفاكسينيشن بشكل عام. دكتور كنت عايز اسال سؤال بس. وانا كمان يا دكتور. كل ده حاجه هاخد اسئلتكم كلها النهارده، ماشي؟ دي واحده، ام سوري اباوت ذس. لو انا بتكلم النهارده اهوت، اوكي ده اهو قدامكم نص مكتوب. شايفين النص ده ولا لا يا جماعه؟ يلا عشان ريم هتبدا اول واحد، يلا مع بعض بليز يا جماعه. شايفين النص ده ولا لا؟ اه يا دكتور. جميل جدا. النص اهو مكتوب اهو، جميل. هاخده اهو كوبي بيست وارميه في الشات بوكس عندكم اهو. جالكم في الشات بوكس ولا لا؟ في الشات بوكس عندكم، مش في الواتساب. موجود يا دكتور. في الشات بتاع زوم. طيب. موجود يا دكتور. اوكي. سؤال سريع جدا ليكم. If you can see now the text itself. عايزكم بسرعه جدا، في سرعه سريعه، تقروه وتقولي لي الايديز عباره عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ كترجمه منظوره، يعني انا هبص كده للنص بسرعه عشان هبدا اترجم. Egypt is prioritizing the vaccination of tourism workers to support the sector's recovery as in on track to announce full inoculation of two resort areas this month, its tourism minister said Monday. While Egypt's tourism industry is still reeling from the COVID pandemic, the sector has picked up in recent months with more visitors heading to resorts along the Red Sea and the Mediterranean coasts. We will prioritize workers in the tourism industry, which is an essential sector for Egypt's economy. Tourism and Antiquities Minister Khalid Al-Anani told AFP. اتفضل يا جماعه. ايه اول حاجه بتعملوها لما تبصوا كده سريعا؟ هقرا بسرعه، هعلم على الكلمات الرئيسيه والكلمات الصعبه. الكلمه دي صعبه، ما اعرفهاش. اعمل ايه؟ يلا اتفضلوا. عايز حد يطلع لي الكلمه، ترجمه الكلمه دي بسرعه كده بسرعه. يلا مع بعض. فين ريم؟ ريم راحت فين؟ بليز. اهو ماشي. يلا يا ريم طلعي لي الكلمه دي بسرعه. reading from what does it mean inoculation؟ inoculation معناها ايه؟ تطعيم او تلقيح. تطعيم بالظبط، تلقيح. برافو، تلقيح، ادي الكلمه لقيتها. وبعد كده الكلمة الثانية معناها ايه؟ reeling from. What does it mean؟ طعيني من. What does it mean؟
reading from. تعاني من. تعاني من يا دكتور. Thank you very much. هدخل بسرعة كده هوت. أو تترنح من. بالظبط يعني تترنح اللي هي معنى بمعنى مش هينفع أقول تترنح بس هي في معنى تعاني يعني. اتفضلوا. ايه هي الفكره الرئيسيه اللي موجوده عندي؟ عندي كام فكره هنا يا ريم؟ ريم في كام فكره هنا؟ يلا يا عبد الله بليز قول لي كام فكره هنا موجوده. 3 2 prioritizing vaccination. برافو يا ندى. علي ردي بليز ندى. 3 3 ايه هم الثلاث افكار؟ يا دكتور الوزير الوزير وزير الصحه عشان يدعم العاملين. ندى علي ندى علي بليز تتكلم. ندى علي يس. أول حاجة وزير السياحة بيعطي الأولوية للشغالين في قطاع السياحة. إعطاء الأولوية لكل الشاغلين في في قطاع السياحة بإعطائهم إيه؟ المصل بالظبط كده. أو أول حاجة إعطاء الأولوية للعاملين في مجال السياحة بالحصول على مصل ضد فيروس الكورونا. ليه؟ ليه؟ كمحاولة لإيه؟ واحد، إيه النقطة الثانية؟ محاولة لإيه؟ لتقليل ال ال المصاب ال او يعني ايه سيكتورز ريكفري؟ يعني ايه ريكفري؟ يعني ايه ريكفري؟ انعاش او تعويض انعاش او انعاش ايه؟ انعاش السياحه الفتره الاخيره او انعاش السياحه and is on track to announce يعني inoculation. تعاني من جائحه كوفيد 19 يعني on track to announce and is on track to announce full inoculation. في الطريق ان هو يعلن عن التطعيم الكامل. بالظبط كده اهوت وسيتم الاعلان وسيتم الاعلان عن مش لازم on track معناه على الطريق. سيتم الاعلان عن تطعيم مدينتين سياحيتين بالكامل. وذلك كما صرح وزير السياحه يوم الاثنين. ادي اهوت عندي تاريخ منصب لازم اخد بالي من مين هو اللي صرح امتى. ايه الفكره الرئيسيه؟ ان انا عندي فاكسينيشن للعاملين وان هناك تطعيم لاثنين من المدن الرئيسيه السياحيه في مصر. وان رقم ثلاثة الفكره الثالثه ان بينما القطاع السياحه بشكل عام في مصر يعاني من اثار الجائحه فقد تحسن نوعا ما في الشهور الماضيه بعد زياره بعض من السياح لمنتجعات السياحية على ضفاف أو على شواطئ البحر الأبيض على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط. الموضوع بكل بساطة أنا عندي تطعيم في قطاع السياحة، عندي تطعيم كامل لمدينتين سياحيتين في مصر. رقم ثلاثة أنا بالرغم من معاناة قطاع السياحة من الكساد الاقتصادي الناتج من كوفيد 19 لكن هناك تحسن طفيف بزيادة عدد أعداد السياح. سياح. بص بقى النقطة الرابعة we will prioritize. ما النقطة دي اتقالت قبل كده ولا لا؟ اه هي زي الأولانية يا دكتور. انا زي الأولانية. ان هم برضه هيعطوا الأولوية للعاملين. هيعطوا الأولوية بالظبط كده. بس ممكن اخد بالي من حاجة واحدة. اسم مين؟ الوزير ده وزير السياحة والآثار. وزير خالد العناني. خالد العناني. احطه هنا فوق. فهمت الكلام ده؟ ريم مش فاهمه برضه. طيب ريم تاني. انا فاهمه. يبقى انا ديرفور هاخد اللي انا فاهمه ولا امشي زي الترجمه التحريريه؟ هاخد اللي انا فاهمه وترجمه. ثانك يو فيري ماتش ياسمين. اكسلنت ثانك يو. سؤال سريع جدا جدا اهو. لو انتوا خدتوا بالكم ان اهوت مثلا ان اهوت في علامات تنصيص هترجمها ازاي؟ علامات التنصيص. وانا بترجم شفوي علامات التنصيص هترجمها ازاي؟ واضاف الدكتور عناني مره وقد اضاف وزير السياحه مره اخرى واستطرد قائلا واستطرد قائلا بالظبط كده. فخلوا بالكم وانتوا بتترجموا. انا قلت امبارح ايه؟ ناخد بالنا من حاجه اسمها البانكتويشن. ايه؟ ماركس. ليه؟ لازم ناخد بالنا جدا جدا من البنكتويشن ماركس. لازم مناسبة هي البنكتويشن ماركس. ايه البنكتويشن ماركس اللي انت هتلاقيه وانت بتترجم وانت بتبص كده؟ الكوما والسيمي كوما والكولنز فول ستوب والسيمي كولنز. دي اصعب واحدة. فول ستوب اصعب واحدة. ليه؟ عشان هتتطلب منك تقرا اللي قبليها واللي بعديها عشان قول
وعلى عكس من ذلك أو مما أدى إلى، وممكن تستخدم فاء السرعة، فقد صرح كذا. فالفول ستوب أنت لازم تفهم السياق عشان تشوف العلاقة بين الجملتين، عشان تلحم الجملتين مع بعض. ممكن تلاقي سيمي كولن. سيمي كولن بتترجمها إزاي؟ لازم يكون أنت عارف أصلا استخدام السيمي كولن في الإنجليش عشان ترجمه للعربي. سيمي كولن بيستخدم إزاي؟ ممكن نقول وقال؟ لا، سيمي كولن مش معناها وقال، لا. لو كل نقطتين فوق بعض. طيب، اولا السيمي كولن شكله عامل ازاي؟ عبد الله بليز. اه، سيمي كولن شكله عامل ازاي؟ كوما يا دكتور، فيها كوما وفيها نقطه. طيب، يا دكتور. تمام، مين يقدر يقول يا جماعه ريم معناها ايه سيمي كولن بالعربي؟ سيمي كولن بالعربي اللي هي ايه؟ الفصله المنقوطه. بالظبط كده، الفصله المنقوطه. برافو عليك يا ريم، ممتاز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فصله منقوطه معناها طب بدي افصل حاجه يا دكتور. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش انديد. بصوا كده يا جماعه، بصوا tension is rising. tension is rising between Jews and Arabs. دي واحده. tension is rising between Jews and Arabs. خلاص. rockets and missiles exchange بالاضافه الى ذلك between both sectors or both parties. خليها sectors احسن. الجملة اللي انا كتبتها ديت السيمي كولون دورها ايه؟ ما انت عشان تترجم البنكتويشن وانت بتتكلم لازم تكون فاهم اصلا القواعد الانجليش عامله ازاي. السيمي كولون بتيجي نتيجه ايه؟ شرح شرح زي مثلا بيكوز كده. Thank you. Sentence 1, sentence 2. Sentence 2 هي دورها شرح explanatory. Explain. Explanatory role. يعني أنا بشرح الجملة الأولانية، فأنت معنى أصح بتقولي مثلا هناك. برافو عليك، ممتاز يا ندى علي، ممتاز. بالظبط كده، الانتقال من جملة للثانية، والجملة الثانية تشرح الأولى. فالعلاقة علاقة توضيح. فعشان كده أنا ممكن وأنا بشرح الترجمة أقول إيه؟ مما يعني وذلك نتيجة، والسبب الرئيسي في ذلك هو كده. فانا مثلا على سبيل المثال لو انا عايز حد يترجم لي الجمله دي هترجمها ازاي؟ اتفضلوا. يلا يلا بسرعه، يلا يا روان. روان، يس يا روان، اتفضلي. الصراع بين اليهود والعرب في تزايد مستمر. انت بتبداي بالجمله اسم ولا بالفعل في الترجمه؟ بالفعل. حلو، يبقى هبدا ازاي؟ يتزايد الصراع بين العرب واليهود. بالضبط كده، احتدت وتيرة الصراع بين الجانب العربي أو بين العرب واليهود داخل المجتمع الإسرائيلي، وذلك بعد أو ذلك بسبب الصواريخ والقذائف المتبادلة بين الطرفين. الصواريخ والقذائف المتبادلة بين الطرفين. شايفين أنا ربطت بجملة عشان أنا فاهم كويس. بمناسبة البنكتويشن ماركس، أنت ممكن حد وأنت بتقرأ نص حد بيقول Israelis are happy now with casualties. أهو بقى حاجة خطيرة جدا، علامة استفهام رغم أن الجملة مش مكتوبة بشكل صيغة الاستفهام. يعني الجملة مش بادئة بكلمة دو، الجملة مش بادئة بدو ولا دز ولا أي حاجة، لكن أنا فهمت إن ده سؤال استنكاري. أنا فهمت إن ده سؤال استنكاري من إيه؟ من علامة الـ punctuation marks اللي هي الـ question mark. ففي واحد بيقول لك إيه؟ وقد استنكر وقد مثلا استنكر قائلا هل ها Israelis are happy؟ ترجموها إزاي؟ ممكن تحاولوا فيها إزاي؟ ها؟ ده اسمه سؤال استنكاري. عارفين ايه سؤال استنكاري ولا لا؟ يعني واحد بيقول في جانب فلسطيني بيقول Israelis are happy now with the question, with the rhetorical question. برافو علي. يعني ايه؟ انتم راضون يعني الان سعيدين بالخسائر اللي هم عملوها؟ كل هذه بهذه الاعداد من الضحايا من الشعب الفلسطيني، هل انتم راضون على ذلك؟ اهو casualties، ضحايا. أنا عرفت إزاي إن هو rhetorical question بالرغم إنه هو مش مكتوب في صيغة نحوية
ولكن علامة الترقيم الـ punctuation mark هنا هو question mark. question mark هي واحدة من علامات الترقيم. بالمناسبة يا جماعة، عشان بس الناس اللي بتسألني أسئلة في الجرامر ساعات، هو لأنهي كلمات في الإنجليش بيجي بعدها capital letter؟ لو أنا بترجم تحريري، أنهي كلمات بتيجي بعدها capital letter؟ الـ names الأسامي الأشخاص. لا، أنهي punctuation marks بيجي بعدها capital letter؟ مثال الفول ستوب، الفول ستوب يجي بعدها كابيتال. والكويتشن مارك والاكسكليميشن مارك. بس خلاص هما الثلاثه دول، فول ستوب كويتشن مارك اكسكليميشن، اللي هي دي اكسكليميشن مارك اللي هي ديت. عارفين ايه وظيفتها ولا لا؟ عشان انتوا هتلاقوها كتير في الترجمات قدامكم وانتوا بتترجموا. أنا إيه question mark هنا؟ تعجب يا دكتور. تعجب. طب دي يعني مثلا إن شاء الله لما أبعت لكم كده، أبعت لكم النتيجة بتاعتكم أقول لكم مبروك congratulations وعملت علامة التعجب، هل معناها أنا متعجب؟ لا، سعيد. أنا فاهم، يعني بيعبر عن سعادته البالغة. السعادة البالغة معناها إيه؟ علامة تعجب، يعني بمعنى أصح exclamation mark أصلا من زي ما أنتوا فاكرين بس للتعجب، sometimes بيبقى دوره intensify the feelings. فين هي intensify ولا لا؟ يعني intensify يعني أبالغ في تعبير عن مشاعري، أعظم من حالة المشاعر والتعبير المشاعر عنها. يعني لا قدر الله حد توفاه الله مثلا، فانت بتبعت له حد قريب حد توفاه الله مثلا لا قدر الله، انت بتقول له sorry for the loss، البقاء لله. يعني احنا ليه بنحط علامة التعجب؟ عشان ابين مدى ايه، ممكن الدكتور يكون بيتحط في المشاعر الفياضة ايا كان بقى حزن او فرح، حزن سعادة، بتحط exclamation mark. خلوا بالكم عشان وانتوا بتقروها الترجمة المنظورة انت خدت بالك. نرجع تاني لأهم سؤال عندنا، احنا عندنا في المادة في شقين، في الترجمة المنظورة انت بتبص النص وتشوف الفعل وابدأ بالفعل واشوف الأفكار واحاول ان انا اربى. الشق التاني من المادة consecutive، وهو ده امتحانكم النهاردة. فيه النهاردة هعمل معاكم كويز، مطلوب منك تسمع تكتب البوينتس وتحط لي البوينتس في الشات بوكس. هتسمع تكتب البوينتس تحطها لي في الشات بوكس. هنسمع كم مرة؟ هنسمع مرتين. هنسمع ايه؟ نص محضره لكم جميل جدا وسهل ان شاء الله بإذن الله، وما تقلقوش منه خالص 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 بإذن الله. ولكن تعالوا مع بعض كده اهو، دي احنا. اوكي. هلو. بمناسبة بقى الشق التاني من مادة اللي هي consecutive، ايه المهارات المطلوبة؟ قراءة سريعة برضو؟ يلا يا ريم. يعني منظورة هبص للنص وترجم بالصوت. كونسيكتيف معناها ايه؟ هسمع كويس. كويس وابقى مركز. حلو قوي. وعشان كده يا جماعة فاكرين، حد منكم فاكر ايام البراءة لما احنا اتقابلنا من شهرين كده، لما انتوا كنت لسه في الجامعة وبدي بعت لكم امتحان IELTS listening؟ يا دكتور. وانا قلت لكم انا عايز اعمل الامتحان ده وتبعت لي التيز السكورز اشوف مستواك عامل ازاي. الامتحان من 40، في ناس مستواها افريج متوسط، وفي ناس بيلو افريج اقل من متوسط، وفي ناس لا اباف افريج فوق المتوسط كويسين. افريج معناها كام؟ لكل واحد جاب من 25 ل 30 واحده صح نسميه افريج. بلو افريج ان في ناس جابوا 15 واحده صح من 40 ل 24 واحده صح. في ناس لا، في ناس جابوا 33، ناس جابوا 38 واحده صح من 40، دول اباف افريج. غريبه ان الناس اللي مستواها ضعيف دي قالوا لي كمان احنا جبنا 15 من 40 بعد ما عدنا الامتحان مرتين. ده معناها ان احنا ما بنسمعش انجلش خالص. وللأسف لو الترجمة المنظورة انت قدامك نص والدنيا سهلة بالنسبة لك عشان قدامك نص، فالدنيا هنا سهلة.
لكن في الكونسيكتيف انت الموضوع اصعب كتير، عشان انت بتسمع وتركز وتعمل حاجة خطيرة اسمها ايه؟ نوت ايه؟ ريم نوت ايه؟ يعني نوت تيكينج. What does it mean note taking؟ يعني ايه note taking؟ عايز حد يشرح. باخد الافكار الرئيسية، باخد الافكار الايدياز يا دكتور. ايدياز ايدياز ايدياز، يعني الموضوع مش كلمات ولا هكتب لي مجرد اسمه جمل كبيره، لا لا خالص، انا بكتب الايدياز اللي اتقالت بالارقام والفاكتس اللي اتذكرت. تمام. طيب، وبعد ما الراجل بيوقف كلام بيسمح لي ان انا ابدا اترجم، عينيا تقع على الكلام ده واترجم بس. طيب لو انا ما قاش عندي رفاهيه النوت تيكينج كده، الترجمه اتحولت لايه؟ لو انا ببصيت، يعني انا مش مطلوب منك تكتب بوينت، ده الراجل بيتكلم وانت بتكلم جنبه متاخر خمس ثواني، خمس ثواني ترجمه فوريه، اتحول من كونسيكتيف تتبعي لفوري بقى. خلوا بالكم. طيب جاهزين ولا لا؟ ريدي؟ يلا يا ريم جاهزه؟ ان شاء الله. يس يا دكتور. تمام، كل واحد معاه ورقه وقلم بره او على الموبايل بتاعه هيكتب بوينتس ويحطها لنا في التشات بوكس. طيب الموضوع بيتكلم عن ايه؟ قبل ما اسمعكم تعالوا اقدم لكم الفكره، ليه بتعمل كده؟ عشان اسهل عليكم الترجمه. اسرائيل للاسف عامله حاجه كده متقدمه جدا، طبعا يا ريت ما كانتش عملتها، كانت اتدكت على الارض، بس هي عاملاها تتبعا، يعني تحسبا لاي هجمات. هم عاملين حاجه اسمها ايرون دوم، سمعتوا عنها ولا لا؟ القبه الحديديه يا دكتور. يا دكتور. طيب عارفين شكلها عامل ازاي؟ اولا هناك عامل زي البوكس كده. ممتاز. في حاجه اسمها القبه الحديديه موجوده في اسرائيل، عبارة عن إيه؟ اتفضلوا، شايفين شكلها ولا لأ؟ هي فين يا دكتور؟ حد منكم شاف الصور قدامه؟ يا دكتور. يا دكتور دي دي ودي ودي، كل دي اسمها القبة الحديدية، دي عبارة عن إيه؟ بكل بساطة أي صاروخ بيتم ضربه من الجانب الفلسطيني اتصد غزة بيتم تتبعه وقصف كل الصواريخ الايه الموجوده من غزه، موجوده في تضرب من غزه، ومحطوطه في شكل دايره حوالين تل ابيب كلها بشكل، لو انا اهو بصوا، لو الطرف ده اليمين والطرف الشمال هنا في ضرب صواريخ وهنا ضرب صواريخ، فهم بيعملوا زي قبة فوق المدينة فسموها القبة الحديدية عشان هي بتحمي تل أبيب من كل النواحي. طيب هل القبة دي استطاعت رصد وتتبع كل الصواريخ من جانب غزة أو من الحدود مع غزة؟ لا مش كلها يا دكتور. 3000 صاروخ اتضربوا في ليلة واحدة، فأنت كأنك روشت الجهاز، أنت قاعد تضرب ضرب مش عارف ملاحق كل ده، فطبعا ده عمل مشاكل وأدى لسقوط بعض القاذفات والصواريخ على بعض المدن السكنية في تل أبيب، يعني بس نسبة الضحايا عندهم مش كبيرة قوي، وهم ردوا عليهم بميسايلز. إسرائيل بتضرب بميسايلز، عارفين ايه ميسايلز ولا لا؟ صواريخ. وفلسطين بيضربوا بروكتس، وده السؤال المهم، ايه الفرق ما بين روكتس اند ميسايلز؟ الروكت اقوى؟ لا الميسايل صعب. اعتقد كده سريعا الفرق. اتفضلوا يا جماعه، عايز كل واحد كده دلوقتي يدخل على ادواته اللي معاه الالكترونيه بقى، ان كان موبايل مش عارف ايه، ويحاول كده يبص سريعا ايه الفرق ما بين ميسايل وروكتس. هو غالبا يا دكتور الميسايلز ده محرم دوليا.
تمام، بس لا دي موجوده في العالم كله مش ساينس. الو يا جماعه الصوت بيقطع ولا كويس؟ تمام يا دكتور. كويس يا دكتور. تمام. فاطمه، انا مش فاهم يا فاطمه، ده انت بتكتبي ترجمه ايه بالظبط؟ طيب انا هسهلها لكم. تعتقدوا انهي منهم صواريخ موجهه لاهداف؟ الميسايلز. وانهي فيهم بنسميها الصواريخ العشوائيه اللي هي القاذفات العشوائيه؟ عشان كده دايما الهجوم، دايما الجانب الاسرائيلي بيصرح انها هجمات عشوائيه من منظمات ارهابيه اللي هي حماس، يعني عشوائيه عشان غير موجهه. فهو يقول لك ايه، اسرائيل بتضرب 15 صاروخ، انتوا رميتوا 3000، احنا بنعمل ميسايلز، اسرائيل بتعمل ميسايلز ليه؟ عشان صواريخ موجهه لمراكز تمحور مين؟ المنظمات الارهابيه، او يعني ما يسمونها منظمات ارهابيه اللي هي حماس. و برافو عليك يا مريم وائل، ممتاز يا مريم. A rocket is a vehicle that uses rocket engine. That's it. Missiles are guided. عشان كده إسرائيل استخدمت الصواريخ الموجهة لقتل قادة حماس، وصواريخ موجهة لسياراتهم، لبيوتهم، لضرب مناطق تمركز، مناطق تمركز الحماس، منطق كل قادة حماس. فدي اسمها missiles. أما الروكتس فهي تبقى عشوائية أكتر، هدف قاذفات فقط، مش صواريخ موجهة لمناطق بعينها. طب تعالوا مع بعض كده، وفي كل الأحوال إن كانت روكتس أو ميسايلز، فالقبة الحديدية على أتم الاستعداد لحماية إسرائيل من الكلام ده كله. حلو جدا، جاهزين يا جماعة تسمعوا؟ ready؟ هنكتب دلوقتي points. شايفين الفيديو قدامكم؟ close to Gaza is hello guys, can you hear that? Okay, is the sound clear? Is the sound clear? Close to Gaza, Israel's big guns speak louder than diplomats. Racks more artillery shells ready for firing. This is the language of confrontation, not reconciliation. Hamas says talks to end the conflict are held up on two issues. Their demand that Israel ends what it describes as provocations in Jerusalem, and Israel's demand that Hamas ends firing first. America's lead diplomat on the conflict, Hadi Amir, met Palestinian officials Monday. They don't live in Gaza and don't control Hamas, and want international pressure on Israel. We are following what is happening every second, and we call on the international community to intervene to stop the aggression. But Israel has so far not responded to anyone. In Europe. Okay, the video دقيقتين، أول دقيقة خلصت. ريم قولي لي، هي الدنيا بتتكلم عن إيه؟ مين يقدر يقول يا جماعة؟ الدنيا بتتكلم عن إيه سريعا؟ لو حد منكم أخذ points. عن حماس. واو إسرائيل. مالهم بقى؟ عن القذائف اللي حماس يعني ضربتها على غزة، لأن هم بيقولوا إن حماس اللي عملت كده مش إسرائيل. طيب سؤال تاني، إسرائيل مستعدة إن هي توقف كل ده في حالة حاجة واحدة بس، فين؟ إن حماس هي اللي توقف الأول. بالظبط، برافو عليك، إن الجانب الأول الفلسطيني يوقف الأول. طيب رقم اثنين، ودي نقطة مهمة جدا، مين اللي راح فلسطين من الجانب الأمريكي؟ أنا قلت لكم لما تسمعوا اكتبوا الحقائق، مين قال إيه، اللي حصل فين، إمتى كده، وكان يوم إيه؟ كان يوم مونداي. Hamas says talks to end the conflict are held. نحاول نسمع ونركز شويه، ابعدوا عنكم، ابعدوا حواليكم عن اي مشتتات، ابعدوها وحاول تركز شويه وانت بتسمع.
نسمع تاني ومحدش يديني إجابات عامة، أنا عايز إجابات specific. Close to Gaza, Israel's big guns. أول جملة اتقالت. Close to Gaza. يعني close. قريبا من غزة. الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة. بالقرب مع حدود غزة بالضبط كده. Speak louder than diplomats. Guns speak louder than diplomats. يعني الأسلحة ترتفع أصوات اللغة الدبلوماسية. ترتفع أصوات الإيه؟ المدفعية. الضربات. المدفعية لتعلو فوق أصوات الدبلوماسية. Racks more artillery shells ready for any artillery. Artillery يعني ايه؟ Artillery يعني ايه؟ Hello، ده انتم محتاجين بجد تشتغلوا جامد على اللغة بشكل عام. يعني artillery. Artillery معناها ايه؟ ادخلوا دوروا عليه. What does it mean the word artillery؟ مدفعية يا دكتور. المدفعية بالضبط، نيران المدفعية، نيران المدفعية بيسموها artillery، اللي هي دي اللي بتدخل هنا. For firing. This is the language of confrontation, not reconciliation. This is the language of confrontation, not reconciliation. معناه ايه الكلام ده؟ This is the language of confrontation, not reconciliation. معنى ايه؟ هذه هي لغة المواجهة وليس التصالح. بالضبط، لغة المواجهة وليست لغة التصالح. مفيش تصالح، لكن هل ممكن في تصالح يوما ما؟ شوف مع بعض. Hamas says talks to end the conflict are held up on two issues. Their demand that Israel ends what it describes as provocations in Jerusalem. لازم الأول حماس بتقول إنها بتشترط وقف إطلاق النار عندما يتوقف الإسرائيليين عن إيه؟ عندما يتوقف الإسرائيليون عن provocation. استفزاز في داخل مدينة القدس. And Israel's demand that Hamas ends firing first. نعم يطلب الجانب الإسرائيلي حماس بإيه؟ إن حماس هي اللي تعلن حالة إطلاق بالضبط. تعلن حالة إيه؟ وقف إطلاق النار. America's lead diplomat on the conflict had. نفسي حد فرحني يقول لي من هو هذا الرجل؟ لو حد سمع. دبلوماسي أمريكي. America's lead. رئيس البرلمان الأمريكي؟ لا 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 البرلمان لا لا غيرت الموضوع خالص. سؤال، ما معنى lead diplomat؟ يلا كنا نشوف مع بعض الناس الشطرة. يلا يا ريم، ارجع يا ريم تاني. مندوب دبلوماسي يا دكتور. ممتاز، صح. ايه كمان هنا بقى يفرق معايا؟ ايه هنا يفرق معايا؟ الشخص المثقف، المترجم المثقف هو مترجم عبقري. ممكن تبقى مندوب او مبعوث دبلوماسي من الامم المتحده. المبعوث كبير المبعوثيه والمفوضيه الدبلوماسيه الامريكيه في فلسطين او لدى فلسطين. سؤال سريع ليكم. واحد، انت عارف يعني ايه مفوض او مبعوث دبلوماسي؟ امريكا لا اعترف بفلسطين، صح ولا لا؟ يعني دولة فلسطين غير اصلا معترف بها من امريكا اصلا. يعني هي مشكلة الامريكان ايه؟ مقتنعين في حاجة اسمها اسرائيل، فلسطين مش موجودة، لا مفيش. تمام. والدليل على كده ان هم ما في سفارة امريكية في فلسطين. السفارة الامريكية في اسرائيل، فلسطين ملهاش، مش موجودة اصلا كدولة. والاسوأ ان ترامب، فاكرين ترامب الرئيس الامريكي السابق ترامب؟ اه
الراجل المتخلف ده عمل ايه؟ نقل السفاره الامريكيه كمان من تل ابيب للقدس اعترافا ان القدس دوله مدينه امريك مدينه اسرائيليه مدينه اسرائيليه وانا هنقل السفاره هناك كمان من كتر ما هي دي سفارتي في اسرائيل جوه القدس بما ان القدس اسرائيليه كارثه. المهم طب وفين فلسطين؟ لا 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 امال فلسطينيين هتبعتوا معاهم هتبعتوا لهم سفير؟ لا مش هنرسل سفير خيرنا كونفوي خيرنا حاجه اسمها دبلوماتس. عارف يعني ايه تفويض او مبعوث؟ يعني مبعوث ان احنا نبعت حاجه اسمها ديليجيتس. حد في ايه ديليجيتس ولا لا؟ وفود وفود بالظبط وفود ابتعاث مبعوث المبعوث الدبلوماسي الامريكي في فلسطين بس سفاره لا احنا مش معترفين بيكوا اصلا. فعشان كده الراجل ده بيجي من ناحيه الامريكان بيتفاوض مع فلسطين. بصوا بقى met Palestinian officials Monday. طيب احنا بنقول الرئيس الفلسطيني هم بيقولوا هو دوله هم امريكا ما بيترجموش الراجل دوت ان هو الرئيس الفلسطيني هو بيقولوا ايه المسؤولين الفلسطينيين مسؤول هو مسؤول بس هو ما فيش اسمها رئاسه. هو بقى بيقول ايه الراجل المسؤول الفلسطيني بيقول انها ان السلطه الفلسطينيه لا تستطيع السيطره على حماس. They don't live in Gaza and don't control Hamas and want international pressure on Israel. They want an international pressure. ترجموها كده على طول. معنى ايه they want an international pressure? What does it mean? ضغط دولي. ضغط دولي. وطالبة السلطات الفلسطينية من المجتمع الدولي. ها. تو ايه؟ وقف اطلاق النار او ضغط على اسرائيل. الضغط الدولي على اسرائيل. We are following what is happening every second and we call on the international community. يعني international community انا ممكن اكتب الكلمات دي كنوت تيكن المجتمع الدولي ونطالب call on يعني call on نطالب او نتواصل مع المجتمع الدولي بالضبط مش call معناها نتصل call معناها to be called يسمي حاجة حد حاجة اسميه call أو أتصل بي calling لكن ده call on to intervene to stop the aggression. intervene يعني إيه intervene تدخل مطالب المجتمع الدولي بالتدخل. but Israel has so far not responded to anyone. Israel no respond. أنا بكتب notes جوه دماغي Israel no respond معناها إيه لا تستجيب إسرائيل أو لا تستجيب إسرائيل لأي من هذه الضغوط الدولية. In Europe, also working diplomatic angles to end the conflict, Secretary of State Antony Blinken sounding uncertain a truce can be had right now. We are ready to lend support. سؤال بس. ويعني إيه Secretary of State يا ريم؟ What does it mean Secretary of State? وزير الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية هل بصوا يا جماعة أنتوا عارفين بس إن إحنا دايما عندنا في الأمريكان إنجلش بنسميها سكرتري. فمثلا لو أنا قلت وزير الدفاع الأمريكي يبقى سكرتري أوف إيه؟ ديفنس سكرتري أوف ديفنس بالظبط كده هو. أما في أمريكا في بريطانيا زي مصر مش بيسميه سيكريتري بنسميه ايه؟ مينستر اوف ديفنس مينستر اوف يعني وزير الخارجيه المصري. وزير الخارجيه يعني ايه؟ فورين مينستر مينستر اوف فورين مينستر يا دكتور او فورين مينستر مينستر اوف فورين افيرز وزير الاوقاف المصري يعني وزير الاوقاف Ministry of Awqaf ويما حال تاني endowments أو ساعات بيسموه وقفس okay. أو endowments كل ده minister وزير الداخلية minister of إيه interior affairs كل دولت وزراء وزير English minister أمريكا لا الأمريكاني بيقولوا secretary لبالكم
عشان الوحيد في العالم اللي اسمه Secretary of Defense هو في أمريكا US. If the party seek a ceasefire, we'll continue. سنقوم بالدعم اللازم في حالة التزم الطرفان بإيه؟ بالceasefire. يعني ceasefire؟ اطلاق النار. To bring this current cycle of violence to an end. Need to bring this cycle of violence to an end. يجب على دائرة العنف أنا عايز حد بس بليز يكتب لي كده في البوكس أبدا أن نوقف هذه يعني نوقف العنف الدائر بين الطرفين. سؤال لكم سريعا، أنا عايز كل واحد منكم بعد ما سمع الفيديو أبو دقيقة ونص ده يكتب لي إيه هي المين بوينتس اللي أفهمها. اكتبوا لي دلوقتي كده إنهاء حركة العنف ودائرة العنف بين الطرفين بالضبط كده. ثانك يو يا هدير فوزي، ممتازة. سؤال لحضراتكم، ممكن لو سمحتوا اكتبوا لي كده البوينتس اللي سمعناها. يلا مع بعض، ريم بوينتس بسرعة بالانجلش بسرعة كده، اكتبوا لي البوينتس. Guns, bravo عليك يا هدير. Guns speak louder than diplomats. US diplomat going to Palestine. Ceasefire is conditional, مشروط. حالة وقف إطلاق النار هي حالة مشروطة بين الطرفين. Diplomat number three. تعالوا مع بعض كده نشوف الجزء النهائي. In the meantime, Hamas rockets still reaching Israel's residents. طيب القاذفات والصواريخ من حماس تصل إلى reaching to Israeli neighborhoods. يعني neighborhoods؟ الأحياء الإسرائيلية. الأحياء والمدن السكنية. Three civilians injured in Ashdod, north of Gaza. رقم ثلاثة، three injured. يعني three injured. ثلاثة مصابين حتى الآن في إسرائيل وصل إلى ثلاث حالات. Israel's navy destroying a Hamas boat and killing the command. بصوا بقى هنا بقى شايفين الصواريخ الإيه اللي تستهدف قادة. Commander of another militant group, Islamic Jihad. All signs here, the conflict not done. We have thousands of targets of terrorist organizations. We will reach their homes, their underground hideout, their weapons depots, their manufacturing factories. Wherever they produce terrorism, we will create targets and attack them. فينا سعيد بتقول ايه؟ نتوعد كل الارهابيين بضرب كل مناطق تمركز الارهاب ومصانع الارهاب ومصانع تصنيع كل ادوات الارهاب. If the first week of this conflict is any measure, what's to come will be no less harrowing. Nick احنا دلوقتي الصراع الدائر ما بين الطرفين دخل في الاسبوع الكام فاكرين؟ الاسبوع الثاني. لو في نهايه الاسبوع دوت الثاني ده ما حصلش اي حاجه، انا اعتقد ان الازمه هتطول شويه. إن شاء الله بإذن الله هشوفكم الأسبوع الجاي، كفاية عليكم النهاردة ساعة، وبإذن الله إن شاء الله مطلوب منكم الإعداد والتجهيز للبروجكت، ولو في أي حاجة بليز يبعتولي، والنهاردة هفتح باب الأسئلة لو حد عنده أي أسئلة قبل ما ننهي المحاضرة، عشان كذا حد قال عنده محاضرة واحدة ونص اتنين. هو الفيديو اللي احنا المفروض ترجمناه عشان التاسك وكده، فانا كنت بترجم الفيديو نفسه، هل انا ترجمه على اساس ان الترجمه دي يعني الناس هتقراها وقدامها الفيديو، ولا الفيديو مش قدامها فهضطر ان انا افسر بقى كل حاجه، يعني افسر ان كذا بيتكلم وبتاع والكلام ده كله، لان انا لو ترجمت النص يعني لوحده كده مش هقول مثلا كذا بيتكلم او العمل ايه او فين او الكلام ده كله، لان الكلام مش موضح. ده فرق فاهمني؟ لا مش فاهم اي حاجه. فين السؤال؟ يعني الفيديو بيبقى فيه مثلا زي تفاصيل زياده.
اه يعني في تفاصيل زيادة أنا بضيفها، أنا بضيفها زي مثلا تفاصيل شرح يعني؟ انت من عندك انت بتشرحيها يعني عشان حد اللي يسمع يفهم. بالظبط، عشان لو ماشي الفيديو مش موجود قدامي. تمام. لا بس هو ازاي الفيديو، يعني ايه الفيديو مش معروف عندي؟ ما هو الفيديو ده عبارة عن شخص بيتكلم والجمهور بيسمع. اوكي يا غادة، نو بروبلم. انت عايزة تزودي حاجة في الشرح بتاعك في الترجمة؟ اه بالظبط. طيب تمام، وريني وريني، انا كده كده هقرا البروجكتس بتاعتكم. تقريش طيب دكتور، اتفضلي نورهان. انا دلوقتي ترجمت الفيديو وهو يعني حاجه اخباريه، فأنا اللي عايز يمشي يمشي يا جماعه، اللي عايز يروح يروح، خلاص باي باي. اللي عنده اسئله يفضل. كان بينقل من مراسله لمراسله، وانا كنت بكتب اسم المراسله، وفي خلال المراسله دي كانت في ناس بتجيب ناس، فانا برضو كنت بكتب اسمائهم، وانا ترجمت اوريدي الفيديو برافو كله، عليك، فكده تمام. برافو عليك. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك، بس حضرتك قلت لي امبارح ان انا ابعت الايميل تاني يوم 25، فانا ايوه بعته عشان امتى تبعتها بالظبط؟ بدري قوي، بس عشان تبعتها بدري. طب ابعته امتى بالظبط؟ يعني الساعه كام 25 بالظبط؟ 25 الساعة 12 الظهر. ماشي، شكرا يا دكتور. طيب دكتور، انا بس كان عندي سؤال. هو حضرتك قلت النهارده يعني ان احنا ممكن عادي نترجم الفيديو او نترجم المين بوينت، هل ده صحيح ولا ايه؟ قلت كده. يعني لو مثلا لو حد عمل المين بوينت وترجمها بالعربي عادي، مفيش مشاكل، مش لازم بقى يرجع تاني يترجم الفيديو. اهم حاجه في الاخر ان انا هتفرج على الفيديو الاقي ان انت غطيت الايدياز، بس ده اللي ليا في تمام، الاخر. ده اهم حاجه. خلاص تمام، شكرا يا دكتور. دكتور معلش، هو سؤال متعب شوية. اتفضلي. هو دلوقتي لو يعني المذيعة هي بتتكلم وراح حد داخل في الكلام بيقول لها على حاجة، أنا كل ده أربطه في بعض، ولا مثلا عاملة كاتبة الباراجراف لا، مثلا لازم تقولي بدوس مين قال ايه. مين قال ايه؟ تمام خلاص، لكن ما نخش كلام في بعض. خلاص اوكي ماشي، ميرسي يا دكتور. دكتور معلش، يعني أنا في الحالة دي مثلا أكتبها بصيغة إن مثلا وكالة مراسلة البي بي سي كذا، بالظبط ولا كده، أكتب مثلا بالظبط. اسم المراسل ونقطتين لا في لا، بعض وأضاف المراسل، وسلامه؟ أضاف المراسل ما بين أقواس، اسمه الأولاني والتاني، وبعد كده بتقولي اسم التاني. مثلا واحد اسمه بيتر مايكل، فأنت أضاف مايكل كده اسم التاني. تمام، شكرا. السلام عليكم. باي باي يا دكتور.